السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعرف على كيفية عمل شرح ببرنامج كامتازيا ستوديو 8. أولا نقوم بفتح البرنامج، نضغط على هذه الإشارة، ستأتينا هذه النافذة مباشرة. نضغط على هذا وسيقول لك بعد 3 ثواني سيبدأ الشرح. وبعد الانتهاء من الشرح نقوم بالضغط على F10. انظروا، خلاص. والآن سنقوم كيف تعمل تأثير على الشرح تبعك. مثلا هذا هو الشرح، أي شيء فقط حتى نقوم بعمل أي شيء ونضغط في الأخير F10. سيف. خلاص الآن هذا هو الشرح اللي عملناه قبل قليل. سنقوم بالضغط هنا وإزالة العلامة هذه وعمل أوكي. انظر، والآن إذا كانت لدينا مقدمة سنضعها، أما إذا لم يوجد لدينا مقدمة فأنا سأشرح كيفية عمل مقدمة إما ببرنامج كامتازيا ستوديو أو بأحد المواقع. نقوم باختيار أي تأثير، مثلا هذا سنقوم بإضافته هكذا. أيضا نقوم بجعله ملء الشاشة. أو إذا كان المقدمة صغيرة يكون أحسن. المقدمات مثلا نقوم باختيار هذه المقدمة. نقوم بإضافتها ونسحبها من الشاشة حتى تأتي على عمدة الصفراء متقاطعة بهذا الشكل. والآن سنقول بعضهم سيقولون الشرح، وأثناء ما نحن بنشرح يأتي الصوت مع المقدمة، بداية الشرح مع المقدمة. ونقوم أولا بهذه الطريقة، في آخر المقدمة هذه التي أضفناها نأتي بالشرح ونقوم بهذه الطريقة حتى يأتي العمود الأصفر، وأيضا هذا إذا كان يوجد لدينا. والآن نقوم بتجربته. انظر، خلاص هذا فقط مثال. الآن سنقوم بعملية حفظ البرنامج أو الشرح أو المقطع أو الفيلم أو أي شيء. بعد الإرفاق نختار كستم،
هذا قبل الأخير، ونضغط التالي، نختار هذا أو هذا، لكن أنا أفضل هذا، وبعد ذلك نختار التالي أيضا، التالي أيضا، التالي أيضا، التالي، ونختار هنا مكان الحفظ، مثلا سطح المكتب. إنهاء. ننتظر حتى يكتمل الدمج بين المقدمة والمقطع، وأيضا استخراج البرنامج لحفظه بصيغة مقبولة، يستطيع أي مشغل فتحها. ها هي الآن، انظر، خلاص نعمل إنهاء. هذا هو شرحنا لهذا اليوم، إن شاء الله أن يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله.